امرأة الجزائرية اللي جات لتونس وعرست بتونسي تقول الكلام على مسؤوليتها أنه استعمل معها العنف والضرب والاعتداء والطرد وأيضا أشياء غريبة كنتوا تسمعوا فيها. نصدقوا الكلام ما نصدقوش، هي مصرة وتقول بالحق، مستعدة تقسم على القرآن أنه هذاك هو اللي صار معها. لكن ديما فما خيرين في المجتمع وخصوصا في تونس. عائلة أخرى بعد ما طردها زوجها استقبلتها واحتضنتها وكانت القلب الحنين والقلب الطيب في غياب عائلتها اللي أيضا تخلت عليها. إذن نشوفوا مع ريهام طبعا في الاستوديو الفرعي، هل وصل ضيفنا أم لا؟ ريهام مساء الخير. مرحبا بك عبد الرزاق، أهلا بك. بطبيعة ضيف قاعد بجنبي ليلى، وكل عادة منيش وحدي، بحدايا جوهر. مرحبا بك جوهر، تعرف عليك شوية، قولي شنو في حياتك، قديش عمرك؟ عمري 25 سنة. هاي 25؟ هاي صغرون. تخدم شنو في حياتك؟ ليه بطل؟ بطل. كنت تخدم ولا؟ إيه كنت نخدم و... عامل يومي معناها هكا شوي شوي. باهي انجاجي، عندك شكون في حياتك ولا؟ لا ما عندك حد الآن؟ لا ما عندك حد في حياتك؟ ما عندي شكون و... معناها ماش مازلت ما طورتش معناها وليت أوفيسيال؟ مازلت ما تحب تطور ولا العلاقة؟ إن شاء الله. إن شاء الله في الخير. بيان سيغ أنت ما عندكش فكرة شكون استدعاك؟ هكا يزيتي شوية وتحب تعرف شكون جابك بيان سيغ؟ باهي خليك تعبت، أنا ما نطورش عليك. العبد الرزاق وغادي تشوف شكون جابك ضيف بحذاك. باهي تفضل جوهر. أهلا وسهلا. ماكس تخسي؟ لا لا مرتاح؟ مرتاح آه الحمد لله. كي مرتاح ما تعرفش شكون استدعاك؟ لا لا ما هكا، ما عندكش حاجة في بالك هكا؟ عندي حاجة في بالك. عندك حاجة في بالك؟ صارت شي مرة تعاركت انت واحد ولا تخصمت انت وياه؟ لا حبي سامحك ولا حاجة؟ لا لا آه لا ما تسيرش. مال شو اللي في مخك؟ عندي حكاية. يلا خلنا نعطيك بعض المؤشرات وقل لي الحكاية اللي في مخك هي ولا لا. يلا نشوف المؤشر الأول. ناس بكري يقولوا احسبني كيخوك وحاسبني كعدوك. آه الحكاية كبيرة. الحكاية كبيرة، قالك احسبني كيخوك وعاملني وحاسبني كعدوك. معناتها حكاية يضر لي مش اللي في مخك. نعم. هذه أنا نمشي مثلا، لو جيت أنا في مكانك نمشي أني عندي حسبة مع واحد وخصام ربما مع واحد واليوم جاي باش يصفيه معاي، هكا أنا نحسبها. أنت كيفاش تحسبها؟ لا ما عندي حتى خصام مع حد أنا. ما عندكش؟ ما عنديش. نشوفوا المؤشر الثاني. ناس بكري يقولوا ناس من ناس والناس أجناس. ناس بالناس والناس أجناس، يعني ناس من ناس هما الأجناس الأنثى وذكر، معناها كي الأجناس مش الجنس أنثى وذكر. جنسيات. جنسيات النجم وكل. واضح الموضوع. فما مؤشر واحد آخر؟ لا وفات المؤشرات يا جوا. كان عندك انت مؤشر قول لي تو نطلع عين. عرفته اللي جاي. عرفته؟ عرفته. شكون؟ غنشوفوا شكون اصلا. شوف اللي في مخك هو ولا لا؟ آه. يلا نشوفوا شكون استدعاك.
وردة. هي هي. اش تكون منك وردة؟ تكون مني شيء. واش جايبك ليه مالي؟ تعرفنا على بعضنا. تعرفتوا على بعضكم؟ برشا حكاية طويلة هي. احكي لي ترى. احكي لي كيفاش تعرفت على وردة؟ تعرفت عليها. لقيتها في ظروف خايبة. فهمتني؟ ظروف شنو ظروف خايبة؟ ظروف خايبة ما عنديش شكون في تونس. ما عندها حد الطفلة هذه، فهمت؟ معناها وحدها في تونس هذه وحدها. لقاتك أنت؟ لقاتني أنا. دخلت لدارنا مع واحدة أمي وواحدة خواتي. زيتها لدار أمك وخواتك؟ أعطيوني تصفيقة لخاطرك ما زيتهاش لبلاصة أخرى. خاطر نيتك طيبة. خاطر أنت ولد عائلة وباهي. هاي؟ وعايشة معاكم لتوا وردة؟ لا لا. خرجت من الدار؟ خرجت هاي. وين مشيت؟ والله ما نعرف، قالت لي روحت للجزائر ومن بعد قالوا لي راهي في احنا ما جبناهاش من الجزائر، هي موجودة في تونس. إي ما كان. معناتها جبناها من تونس. نورمالمون أنت تعرفها وين؟ اي ما كان عندي نمرو بتاع تليفون، نمرو ذاك ضاع. اما هو هي النمرو الوحيد اللي تعرفه ضاع. بدلت النمرو، فهمت؟ ثم سؤال يتبادر. وردك عرضتها في الشارع وحكيت لك على قصتها. مش بسهوله واحد يهز بنيه ما يعرفهاش، ما هيش من تونس، تحكي لك الحكايات هذوكم الكل اللي تعرفهم. ويهزها لدارهم مع امه مع اخواته مع ابوه. يعني القرار صعب. لا مش صعب. وعليه صعب؟ فما حتى مشكله. من خير تقعد في الشارع تقعد متعيشها. تحسوا عمل انساني؟ مش انساني. حسيتها اختك؟ حسيتها قريبتك؟ بطبيعه الحال مالها المراه وزيد مش من تونس. موقف رجولي منك تعتبره؟ مش رجولي هي، ما انسان يعملها الحكاية عادية الحاجة ذي. اسألها وين موجودة هي تو، وين تعيش؟ اسأل باش تسمع قصة أخرى. وين تعيش؟ وردة في الشارع. يتكلم فيك؟ من الشارع. الشارع وعلي ما جيش للدار. ما قدرش نرجع لداركم. حس روحي ثقيلة في داركم. بلاش تبكي. كلم وردة. قالك علاش انت في الشارع؟ ما قدرتش نروح لدارهم. هو نهار الاول كي داني لدارهم قال لامه خليها في الدار حتى نلقى خدمه ونلقى دار ونعرس بيها. قالها حافظي عليها وديريها كي بنتك حتى نلقى حل. قعدت قريب 10 شهور في دارهم. ميتين مولي قال هو لدارهم باللي وكأني ما اعتبرني مرته في دارهم، حتى دارهم ما اعتبريني مرته، بصح بلاش كتاب صداق، بلاش خطبة، بلاش شيء. يعني شغل أنا وياهم صحبين. كنت طلقت الأول؟ طلقت. خذيت طلاقك؟ إيه. جوهر شو ردك؟ وليت نحشم في دارهم كي سقتو كي يقعد بحذايا ياكل ولا يقولوا لي اعطي راجلك ياكل، معناتها سقي راجلك كل حاجه، معناتها هما يعتبروه راجلي.
بس انا نحشم كي يقولوا لي راجلك ولا نحشم لخاطرش مش كاتبين صداق ومش مش مخطوبين حتى كي يجوا الناس لدارهم وكان نلقى ما نحبش نخرج ليهم باش ما نحبش هذوك الناس اللي كنت عندهم يعني دارهم يماه وخياته وخاوته ما نحبهمش يحشموا ما نحبهمش الناس يسالوهم شكون هذيك اللي قاعده في داركم ليل ونهار شكون هي واش من الصفه اللي راهي في داركم نتخبى ما نخرج حتى للضياف اللي يجوا ليهم ما نحبش نخرج ليهم بختو هما معامليني كيما بنتهم يقولوا لي اخرجي للضياف واخرجي روحي نيح على خاطرك يحبوا يخرجوني معاهم انا ما قدرتش تاو راني من الدار للدار كل يوم في دار بيت في الشارع بيت في دار مهجورة بيت في الشارع في بن عروس بيت في دار مهجورة في بن عروس كملت نهار كامل في المقبرة بيت تقريب ليلة في مقبرة قدام مقبرة في الشارع ندور فوق كاميون في دار ما نعرفهمش قبل ما يدخلوني يحطوني في دارهم الدولي كامل دبشي وراقي باش ما يخافوا مني يعني الناس ما يعرفونيش قالوا لي رانا لقيناك ملوحة في الشارع قدام بومبا تاع ليسونس ندخلناك لدارنا باتي ليلة وغدوة الصباح أخرج كل يوم في دار كل يوم في دار شبيك دخت يا شبيك دخت في بالي بقى في الجزائر هذا انا في بالك روحت للجزائر هو كي جات علاش ما جاتنيش الدار كلها سال عليها اسالها اسالها ما نسال فيها ما تحبش تجاوب نحب نلقى حال ما نحبش نقعد في الشارع وما نحبش نقعد في داركم ايش تايه هو الحال قال لك شنو هو الحل يا ورده هو قال لي نعرس بيك وعدني قال لي كي نلقى خدمه ونلقى دار نعرس بيك ها نحب نعرف اسكو مازالوا في الوعد نتاعو ولا لا الوعد نتاعو ولا خلاص يعني باهي حساب لي انا في الوعد نتاعي عندي دار انا عندي خدمه انا باش نعيشك انت شنو هي ردك ورد قالك ما عنديش دار وما عنديش خدمه كيفاش باش ناخذك ونعرس بيك اش تقول هو تعرف راه المواضيع هذيا معناها في بالها بيا معناها بطال وفي بالها بيا ما نخدمش في بالها بيا عندي برشا لوجه على خدمه مركيت وانت وعدتها انك تاخذها وعدتها باش نكذب ما وعدتها وعدتها يلا غالب الدنيا عكست شنو الدنيا عكست؟ عكست تسكرت تسكرت وهي ما عندهاش إقامة وما عندهاش شكون وزاد تسكرت في الخدم وتسكرت في الدنيا كلها أنت عينك بها المرأة هذه عينك بها أنت عينك بها تحب تاخذها؟ هاي تنا ها؟ هاي عليها مانيش نكر فيها يا حي نكر فيها اما ما باليدي حيله زاده مش باش نعرس بها انا من بعد حتى في الدار باش نعمل لها نقعد انا وياها كل واحده جرايه يعني انت ماكش توا تحبش تاخذها توا بالطبيعه يقعد كي تتوفر له ظروف توا يعرس ما نسعاو باش نشوفوا الظروف جو نسعاو يا اخي انا باش نعيشها ب 400,000 باش نخلصها انا كري ولا ماء ولا ضو ولا فطور ولا عشاء انت تعيش مع داركم مع بوكم نعيش مع دارنا يعني خلو ما ناخذ مصروفي مع عند امي انا قداش عمرك انت تاخذ مصروفك عمري 25 سنه ما لقيت حتى خدمه سبحان الله يا شبيك فماش خدم في تونس فماش خدم ما
فما خدام 300,000 ب 400,000. وانت ما تخدمش ب 300 و 400؟ اش تعمل بيه 300 400 تقعد بطل خير؟ ما هو اخدم بفرانك وحاسب البطال. اه؟ يقول لك اخدم باللي يجي وحاسب البطال. معناتها اخدم باللي يجي وبعد تلقى بخير. منو فيك الامثله هذوما؟ شنو الكلمتين هذوما ما يمشيوش تو؟ ما يمشيوش تو ما يقضيوش، دي حياة فلوس تو وليت. شبيه؟ إيه ترضى تقعد تاخذ مصروفك مع عند امك مسكينه وبوك يعطيك مصروف؟ بوزيد ميكسي بوزيد اريان هذيك هي حتى تكمل لها مصروفها هي معاك. نشوفوا لها. الله يهديها. جبتك في الموقف هذا الله يهديها. تو برشا يتفرجوا فيك انا تو. تفرجوا فينا. ايش باش تقول تو؟ الورطه هذيك كيفاش باش تخرج منها؟ شنو هي الورطة هذه؟ المرأة هذه طلبتك للزواج راه. هي طلبتني للزواج هي. شنو هي؟ يا عادي تحب نعرس وماني. تو انت ساكن مع دارك؟ ايه انا راني موفر حتى شيء. إيه ما وسكنوا مع بعضكم في دار امك وكاو. ليه ما تجيش. وين ترقد انت؟ ما هو في بيت وحدك. ليه ماهيش في بيت وحدي انا نرقد. اه مع اخواتك؟ عندك اخواتك صغار؟ عندي خواتي اكبر مني مش صغار. انت صغير؟ انا صغير يعني. يا تو انا ما فهمتش علاش ما جيتش للدار. تو امشي من الشارع للشارع ومن الدار للدار. علاه ما جيتش للدار؟ تو عبد وقعت خليه في الجزائر جيت تلقى في عندي ما نقول لك. راك دخلت بعضك في بالك عندي ما نقولك باش تلقى على شيء بلقيت عبد الرزاق مخلص الدنيا. في بالي بيك في بالي بيك في بالك بيك مش مخلص الدنيا. تعرف انا وامي على خاطرك انت ديما. ليه عاد؟ امك تحب تتفرج في انا وانت ما تحبش تحب كوره وتحب هي تحب مسامح كريم وانت تحب عندي ما نقولك. لا هي تحبهم الزوز رسمي معناه رسمي لازمهم يتحطوا في التلفزه نهار الخميس والجمعه. باهي هاي قالت لي اسمعني يا ورده. نعم. توا كيفاش نفضوها الحكايه؟ هو هزك لدارهم بارك الله فيه، عشت 10 اشهر معاهم، ريت كان الباهي منهم هكا ولا باهي. هو يقول لك انا بطال وانا ما نخدمش، وعدتك سفري باش ناخذك، لكن يلزمها تصبر تستنى. تستنى. شنو هي تستنى مرخوفة؟ تحبها مكبوس. اي تستنى. تحبها جوهر مكبوس. تستناني قل لها يا وردة يا وردة في خيالي استناني يا عبد الرزاق. أنا كبير عليه يعني في عمري 34 سنة وهو 25. إيه تفوتوا بتسعة سنين أنت. إيه أنت تفوتوا بتسعة سنين. ماهوش في عمري 20 سنة باش نقعد نستناها عام وعامين وثلاثة وخمسة. وحبيتيه أنت ساعة تحبوه؟ ايش بك طبصتي يا بنتي قولي لي طبصت راك تحبيه ولا ما تحبيهوش؟ هاكا بوغوس عاد هو. مش حكيت لك هي حكيت لي كيفاش انتوما كنتوا باهين معاها وعائلتكم واللي لقاتكم انتوما في ظرف كنت متزوجه هي. ما تقوليش خبيت عليك. تعرف اللي هي متزوجة واللي هي طلقت. تعرف هذا؟ نعرف هذا. هي واضحة شو؟ هي هربت من داركم لأنها ما نجمتش تواجه الوضعية اللي أنت فيها وهي فيها. معناتها بالنسبة لها يلزمكم تعرسوا. مش هي تنجم. إي تو أنت تو باش تعرس. سكنها وين؟ باش تصرف عليها منين؟ كيما سكنتها 10 شهور؟ 10 شهور معنا في الدار. ما فهميهاش معنا كل واحد شد جرية. مش خدمة. شوف هي توا الشجاعة نتاعها بالحق شجاعة كبيرة. أنها شادة فيك. أنها تحب تعرس بيك. وتحب عائلتك. وتحب أمك على الأخر.
وقالته قدام تقريبا 13 مليون تونسي و25 مليون جزائري، لانه الجزائر تتفرج برشا في البرامج هذه التونسيه. وانت معناتها نحسك مش في مخك، نحس اجاباتك معناتها ماكش متحمس معاها، صح ولا جو؟ اي انا مش متحمس جمله معناها ما تضربنيش بركة. ما تضربنيش جوهر بركة. ماكش متحمس جملة؟ فماش حد شيء خليك تتحمس معنا، فما حد شيء. اخزر محلاها. في بالي ذي الكل معقول واللي تحكي فيه الكل معقول، اما فما امر واقع معناها يفرض عليك، فما عيشة، فما مصروف، فما كذا، فما شيء لازمك توفره. هاي قدامنا المرأة، والمرأة غريبة علينا مسكينة. من الجزائر ما هيش تونسي وعايشة في تونس. يا أخي كان أنت تعرف روحك يا جوا باش كي تلقى خدمة تعرس بها، قول كان ما تنجمش ما تنجمش هاي تسمع فيك. هذا هو الموضوع، كنا في الدار، هذا هو الموضوع. شنو هو الموضوع؟ وفجأة مشيت للجزائر وفجأة جات لعندي من قبل. هذا هو الموضوع، ما فماش خدمة سي عبد الرزاق. خدمة ما فماش والفلوس ما فماش. تعرفش وين تعيش هي تو؟ لا ما نعرفش وين تعيش. هي تو تعيش في مركز الإحاطة بالمرأة في تونس، ما تعمل تعرف وزارة المرأة عندها مراكز إحاطة بالنساء اللي ما عندهم السند، وهي تعتبر وهي تعتبر مسكينة ما عندها السند. قاعدة تعيش زادة مؤقتا، وتعرف مراكز الإحاطة والتوجيه هذه مؤقت ديباناج، ما ينجموش يخليوا امرأة تعيش معاهم دائما وأبدا. يعني ذي الحل لقاه برنامج عندي ما نقول لك، فريق الإعداد تدخل ولقى لها الحل هذا المؤقت، ومش تمشي المرأة. نعرف دي مش مسؤوليتك، راه متأكد أنا نعرف دي مش مسؤوليتك، لكن أنت ما يديت يدك ومن بعد جبت بها، فهمت شنو؟ إي مديت يدك ومن بعد جبت بها. يعني أنت هزيتها لداركم ومديت لها يد المساعدة ومن بعد جبت بها. كيفاش جبت بها؟ أنا كيفاش جبت بها؟ معناتها أنت مستعدة تروح معاك هي؟ تروح، تحب تروح تتراوح. وردة هي انا فاهمها، هي طالعه شنيا حتى ترجع للدار كمرتي مش بالضبط. هي ذاك هو تحب ترجع للدار كزوجتك قدام امك وقدام اخواتك وقدام عائلتك. حتى في الدار ما عندي مش سكينه يا اخي، انا مش سكينه هنا، احنا برشا في الدار. امك شنو رايها؟ امك شنو رايها؟ أمي تقول لي أمك شنو فاش رايك فيها؟ موقفك فيها هي؟ تحبك مطالعها عليها، لا تجبد عليها كان بالخير. خليكم تحكيوا مع بعضكم فباش ما تلقاو حل، ترى خليكم. وردة نعم. جوهر قدامك احكي معاه. حاب نلقى حل، ما نقدرش نرجع لداركم مصوحبين، كي شغل نحس روحي مصوحباتك، نحشم في داركم. تعيشي مع راجل وهو دارهم عايش، عارفين الكل باللي يحبك ويموت عليك وحب يعرس بيك، بلاش خطبة بلاش كتاب صداق. كان جي عندي لاني قمت بالويزة ما عندي شيء. نعرف كنت عايشة معه في الدار ونعرف كيفاش داير، نعرف وقتاش ينوض وقتاش يرقد وش ياكل وش يحب وش ما يحبش، ونهار اللي يحب يدوش فيه نعرف كل شيء. بصح ثاني من انا في عمري 34 سنه وفي عمري 25 سنه ما نقعدش نستنى فيه انا عام وعامين وثلاثه، نحبوا اليوم يعني يقول لي يعرس في أقرب وقت.
نعاود نرجع للشارع. بكش المراه هذيك تكتب عليها صديق وتعرس بها وتهزها لداركم، ربي يحل الرزق قدامك. ويا ما ناس هك، ويا ما ناس عرسوا وهما ما يخدموش، راهو لا هي تخدم لا هو يخدم، وربي سبحانه وتعالى حلها في وجوهنا. تحب نقول لك برشا ناس؟ لا يا عبد الرزاق ما تجيش، تو انت بطال وهي بطاله ما تجيش، وزيد ما عنديش اقامه ما تنجمش تخدم، تنجمش تخدم في حتى بلاصه معناتها. وعلاش كي تعرس بتونسي راهي تعمل اقامه؟ هي كي تعرس نجم تولي تخدم هي. استنى يا دجاج نجي قرب. كي تعرس وتعمل لها الاقامه انت. انا ولد حي شعبي في منطقه شعبيه والله. حتى انا ريت برشا في امتي وخرجت. ومن بعد ولاو يخدم وشوف ويخلق الفرنك ويجيبه ويخدم المرمى ويخدم الدنيا، ولاو عباد وعملوا ديار وكونوا مستقبل موجود وريتوه. هي خدمت كنت نخدم سبحان الله، وقفت الخدمه وقف كل شيء، البلاد دخلت بعضها شوي هيك، قعدنا كيف نستنيها في رحمه ربي. وهي تعرف يا عبد الرزاق اللي انا ما عنديش، مانيش نكذب عليها. يا ورده. نعم. يا ورده تعرف انت اللي هو ما عندوش. نعم. واللي هو بطال. نعرف. واللي هو ما ينجمش. نعرف. مالا شنو الحل؟ انا اليوم استدعياتك. باش تاخذ الكلمة الأخيرة. باش ناخذ الكلمة الأخيرة. يا إي لا، هكا ولا؟ يلا، جو، تخفى هنا يا مان. قبلها جوهر. المرأة هذه جات باش تاخذ منك الكلمة الأخيرة. هل أنت قادر باش تتحمل معاها المسؤولية؟ وتعمل معاها خطوة أولى، وأكيد البرنامج ينجم يقف معاك بالقدا بالقدا، وتكون أنت الرجل في حياتها وتنقذ هالمرأة هذية من الاضطراب اللي تعيش فيه، خصوصا أنه حب يجمعكم، حب صار بيناتكم. قدامك وردة، وعلى الأساس هذايا هل يفتح الستار أم لا يفتح؟ خليك تخمم. ما عندي باش نخمم يا عبد الرزاق، تو كان سمحت الظروف تو نعرسوا، ما سمحتش الظروف لازم فما صاب مش نخوم، بعد تولي مشاكل تولي حكايات تولي داخلة بعضها البيعة. يعني باش توعد المرأة هذي؟ نوعدك يا ابني، عندي تو نعمل لها اللي تحب عليها. قدام ما عنديش، ما نجمش نعمل حتى شيء، ما نجمش انا نضحك ونلعب بنت الناس، عندي ولية في الدار، ما عنديش. يعني انت رابط زواجك بالمراه هذه بالعمل؟ عمل والمسكن وكل شيء. يعني يلزمنا عمل ودار، نبنيو دار يلزم. ليه مش نبنيو دار، تشوفوا عمل تشوفوا كل شيء. ورده. نعم. الكلمة الأخيرة اللي كنت. ما نقدرش، يا نقعد في الشارع يا نقعد في مركز الإحاطة يا نقعد توا من الدار للدار. في أقرب وقت نكتبوا صداق. ياي في أقرب وقت. شحال في أقرب وقت؟ شحال لازم نزيد نصبر باش نكتبوا صداق؟ باش نقدر نعمل إقامة، باش نقدر نخدم، باش تقدر تخدم. سنيتك عام تاو، عام وأنا ملوحة في تونس. يفتح الستار وتخليه المشوار تزيدوا تتفاهموا. ما نقدرش نبقى في الشارع ولا في مركز الإحاطة. ما يفتحش الستار. ما يفتحش الستار. شكرا لي. وردة كما شفت حاولنا مع جوهر أنه الطلب متاعك ربما يلبيه لك، لكن جوهر يقول أنه
بطال وما يخدمش ويسكر مع دارهم، ويقول كي ندبر خدمة ممكن يقول نعرس بواردة، لكن في الوضع هذايا هو يرى الأمر هذايا غير مقبول اجتماعيا بالنسبة لي هو. حاولنا وانت كنت تسمع، وكان الرد واضح بالنسبة لي أنه يتستناه حتى يلقى عمل، وإلا معناتها ما نجمش يلبي لك الرغبة هذه. شو تعليقك؟ نحب نطلب منك طلب. اي تفضل. ما نحبش نموت في الشارع، نقطصني ما غلطتش. ورد ما تبكيش، شوف نوعدك انا عبد الرزاق انه النجم نلقى لك عائله تعيش معاها في ظروف محترمه وفي ظروف طيبه برشا 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 اللي انت تبدا مرتاحه فيها. هذه نحلوها في ظرف وجيز، يوم يومين تكون انت مع العائله هذه، هذا اسهل ما يكون. النجم نلقى لك وبضمانتي انا وبضمانه البرنامج باش انت تنجم ترتاح من برشا مشاكل، ثم حاجه اخرى ايضا تنجم تخدم وتلقى خدمه. وما نعرفش حكايه الاقامه كيفاش تتم مساله الاقامه، فريق الاعداد يتابع معاك المساله هذه الكل. ما تخلينيش. ما نخليك. انظريني. والله لا نخليك يا روحي. والله لا نخليك. والله لا نخليك يا ورده. تبكيش ورده. ورده. نحس روحي غنموت في الشارع. اسمع اسمع ورده. والله نحس روحي غنموت في الشارع. اسمع انا تو خزر في لحظه قلت تلقينا حل في موضوع وين تعيش. وانا وعدتك اللي باش نلقاو الحل. والحل هذا يوم او يومين والريق هذه حاجه. دونك ما تخافش، احنا معاك، البرنامج معاك، وان شاء الله ظروفك ووضعيتك الكل تتحسن في الايامات القادمه. ونقول لك جوهر ما تعملش عليه. جوهر ظاهر ما ينجم يخطو معاك حتى خطوه. من الاول مش معامل عليه. واضح. ما تبكيش ورده. تصفيق على ورده. ان شاء الله في الايام القادمه نهارين كما وعدت ورده ان شاء الله نحطوها مع عائله محترمه تعيش معاهم وتكون الى جانبهم، وهما باش يكونوا الى جانبها. وانا نعرف العائله هذه، ونعرف انه ورده باش تعيش، والله العظيم والله العظيم والله العظيم باش تعيش في العز. ورده باش تعيش في العز، وانا متاكد من هذايا، ودموعها باش تتمسح نهائي. بعد الفاصل نتعرفوا على حكاية قبيل اللي تعرض لحادث مرور تسبب له بشلل نصفي مدى الحياة. سخرني قبيل، حالة قبيل ما تسمحش، حبش ياكل ما حبش يشرب، متردد برشا برشا عباد ما عاش يحب يقابله. ناي قلت له كل شيء في حياتك قبيل، ناي احسبني امك، احسبني باباك، احسبني صاحبك، ولدك، كل شيء، وتقبل حكايتك هكاك.